السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده اللي غتنفعكم بزاف بزاف بزاف، ومن تجربتي انا الخاصه كنشاركها معكم. مطيشه مطيشه غتحل لكم بزاف المشاكل ديال البشره اللي زوينه بزاف. بقاو معايا باش تشوفوا الوصفه. المقشر غير مطيشه راه كيطلع لكم وجهك واعر واعر واعر. يلا ندوزوا دابا للوصفه. مطيشه نقسمها على جوج، نص غنديرو على نفركو على وجهي، ونص نخليه باش ندير الماسك. شوفوا عشان نشارك معكم، هذا الكوك راه زوين بزاف، مفيد للوجه، معروف الكوك جوز الهند اللي كيقول لي جوز الهند. مهم غنختص بحال هكا مطيشه بحال هكا، هذا هو المقشر اللي كندير هو الاول. غندير المقشر بسم الله بحال هكا، نخلي هذا المقشر هذا واحد 20 دقيقة على وجهي. هاد الماسك اللي تبعتو ما كيبقاش فيكم كاع الحبوب نهائيا، ودوك التصبغات ماشي كيختفوا في خطره، مع المده كتما مع الاستمراريه ديال هاد الماسك كتبقاو تعاودوه عاد كيحيد، ماشي من الدقه الاولى. هي الماسكات اللي كنجرب معاكم راه كنت كنديرهم شحال من واحد كنت كنديرو فاش كنت يبان من مرض، حيت انا داك التصبغات جاوني غير من الدوايات. مطيشة راه كتعطي واحد النظرة زوينة، واحد ليكلا في الوجه. الكوكر كتعرفوه هو كيرطب، انا بالنسبه لي انا تخرج ديروا داك ديروه معاها النشا وما ديروش معاها السكر، السكر راه كيطيح الوجه وكيبرز هذاك التجاعيد. ايوا صافي انا دابا درتو كامل وجهي، نخليه واحد نقدر نشوف لي على وجهي ونزولو عاد ندير معاكم الماسك. ايوا يا البنات دابا ندوز انا باقي لي هذاك على وجهي، ندوز نحكو باش نوجد معاكم الماسك باش نيشان ان شاء الله نديرو. غنحكو مطيشه النص الاخر اللي بقى لي غنحكو، نحكو بالزرعه ديالو ما نلوحوش. وغنضيف عليها معلقه ديال النشا، هنا معلقه، ممكن تعوضوها بالدقيق على نفس النتيجه، وحليب بودره. حليب بودره معلقه، حكيت نص ديال مطيشه مع معلقه ديال النشا ومعلقه ديال النيدو. حليب بودره نيدو حنا عندنا، نتوما عرفتوا الدول الاخرين اشنو السميات اللي عندهم. وغنضيفو معلقه ديال الكركم او الخرقوم عرق، هذا الخرقوم كنطحنو على يدي، هذا معلقه ما تاخذوهش مطحون، خاصكم تاخذوه وتطحنوه على يديكم عرق باش كيعطيكم نتيجه ما يكونش مصبوغ. صافي كتخلطوا هاد المكونات هادي مزيان بهذه الطريقه، هاد الماسك هذا ديروه 3 مرات، جوج مرات حتى 3 في الاسبوع مع هذا المقشر اللي وريتكم،
وغتشوفوا ان شاء الله غتشوفوا الفرق بزاف، ولكن الفرق ما يبانش لكم في اول مره، هيبان لكم واحد التغيير في وجهكم المره الاولى، ولكن مع المداومه ان شاء الله راه غيتحيدوا دوك التصبغات والاثر ديال الشمس اللي في الوجه. استعملوا ساعه على الايد، انا غنستعمل على يدي وعلى وجهي، ضروري تنزلوا مع العمق ديالكم. ها هو هذا دابا، هو دابا غنغسلوا شي من داك المقشر غير بالماء دافي، غنغسلوا غير بالماء دافي، ما ندير لا صابون لا والو، ونرجع معاكم. المهم البنات انا غسلت، غسلت دابا، دابا غندير هاد الماسك هذا ديال المطيشه، ولكن كيفاش تنزلوه؟ تنزلوه وانتم كديروا حركه دائريه وبعدوا على لونتوغ ديال العينين. الماسك ديروه بالليل مديروهش بالنهار باش ينجح معاكم. انا قتلوني هاد التصبغات، قتلوني علاش وليت كنشارك معاكم هاد لي ماسك، ان شاء الله ينفعوني ونفعوكم ان شاء الله باذن الله. هاد الماسك هذا راه هندي من واحد السيده هنديه شتو، واصلا الهنديين معروف بالكركم كيديروه بزاف في الماسكات. صافي نكملو ونرجع معاكم، ونزلوه حتى على عنقكم حتى هو نزلو عليه. هانتوما شفتو، وانتوما كديروها باش ديروه صحيح دائري بحال هكا باش كيدخل مع الجلدة تستافد منه والبشرة بحال هكا. انا نكملو ونرجع معاكم. المهم البنات ها هو راه كرم، داز 20 دقيقة كيكرم كيكرم، نزولوه، نحاول نزولو بحال هكا. هاد الفريرة مكتبقاش نهائيا، هانتوما ها شوف كيفاش يكون ولا شتو مكتبقاش. غير انا يدي درتهم بحال كدا، شوفو يدي، يدي تاهما درتهم. هانتوما شوفو لصاصي ده مع الشموشات ديال السطح في العين، واه كيبقى فينا ما يتشاف. تا وجهي راه كرم، شوفو دابا غنبلو بواحد شويه الماء وندير الصابون ديالي اللي كنغسل بيه. البنات انا صافي البنات، انا دابا غنبلل وجهي ونغسل بيه هاد الماء من الاول، نغسل بيه ياسي غسل فيهم الاولين. والله لا ماسك واعر الحقيقه، ما كيحرق ما حتى حاجه، وانا باش تطير حساس لواحد الدرجه ما كتصورش، انا كنغسل في يديا ما تخلعكمش داك الصفوريه، ولكن قلت لكم الماسك ديروه بالليل. راه نبلل وجهي باش ندير الجي نيتوايون ديالي، راه وجهي مشى ليا مع المرض، الدوايات قوت الدوايات خلاص نتها الله بصحته اي حاجه عطاني السيد ربي تهلا فيها. المهم انا بللته، المهم الجل اللي كان جل هو هذا اللي كندير ديرماديكا، ملي كندير انا راه زوين، كاين فيه ديال البشره الحساسه هذا ديال بوسيش، انا حيت بشرتي ناعشه بشرتي ناعشه بزاف. شتولك ديك الصفرية كاع متخاف منها، بالنسبة لهاد جيل نيتوايو كاين فيه ديال البشرة الناشفة، البشرة اللي مختلطة، والبشرة اللي دهنية، راه كاين فيه، كتمشيو عند بارافارماسي تشوفوه عندها. ها هو باش تشوفو السنية مزيان، بلاتي واش كتبان ولا مكتبانش، هادي الإضاءة شوية ناقصة، هاهي هي هادي. انا بوسيل شاير بوسيش قلت له يتوب و
وبالنسبه للاخت اللي كانت نزلت لي تعليق على قبل شي حاجه باش ترطب الشعر، راه ان شاء الله غنشاركها معك ان شاء الله بحول الله في الفيديو الجاي، تكوني على خاطرك ان شاء الله. الماسكر ديال الشعر كنديرهم بنتي بزاف، راه ان شاء الله غنجرب معاك شي صافي. اغسل وجهي ارجع معاك البنات. انا غسلته يدي باقي فيهم واحد شويه، باقي ما غسلتهمش مزيان. المهم ها هو الجل اللي كنستعمل دابا، ملي شفت وجهي مزيان غنستعمل هذا هو اللي كنستعملو اسي ام. هذا كيحيد كاع لي طاش من الوجه، اي حاجه كانت عندك في الوجه كيحيدها، خديته من بارا فارماسي. هذا ماشي اشهار، ولكن بالنسبه اللي عندهم الناس كلف قديم راه هذه هي اللي تليق ليكم، هي اللي كندير دابا. انا تبعتها مشيت عند بارا فارماسي وقالت لي هذاك الكلف القديم ما يمكنش يحيدو من غير هذا، كاينين وحدين اخرين ولكن غير اللي عندهم يلاه بادي لهم الكلاف ولا تصبغات جدادين، فهمتوا؟ دابا هذا كنديرو كنهبطو على وجهي، وفيه نسبه ديال كيحمي من الشمس 50%، ها هي 50% كيحمي من الشمس فهو. ولكن من الاحسن استعملوا اللي بغيت تخرجوا استعملوا ليكرون. هذه انا كنستعملها بالليل صافي، كنفيق الصباح كنغسل وجهي بالجيل وكندير ليكرون. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين البنات. حاولوا تهبطوا على عمقكم هاد البوماد، هادي صدقت ليا مزيانه، عطاتني الفرق. لا هي الماسك تبارك الله اللي وليت كندير ربي وجهي كيتبدل، ولكن راه كنتكرفص تكرفص تجرب بصح. غنشارك معكم ان شاء الله ديال لونتيسي، غندير هاد نفس الماركه ان شاء الله غنشاركها معكم. تمام كاين البنات، ايوا البنات هذا هو الماسك ديال اليوم، الوصفه ديال اليوم. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم. واللي عجبتو الوصفه يخلي لي في الكومونتير اشنو الوصفه اللي بغيتي تشاركها معايا ان شاء الله المره الجايه. وبالسلامه عليكم البنات، وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم، بالسلامه عليكم.